حيث ثاني مواجهات هذه المجموعة الثانية في التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027. هذه المجموعة الثانية التي يقف على رأس صدارتها الساموراي الياباني بثلاث نقاط بعد انتصار كان قد تحقق في الجولة الأولى على منتخب ميانمار بخمسة أهداف مقابل لا شيء في مواجهة أمام نسور قاسيون أمام المنتخب السوري الذي يدخل هذه المباراة هو الآخر برغبة تحقيق الانتصار الثاني بعد أن نجح عثمان، بينما منتخب اليابان الذي يفتقد لعدد من العناصر في هذه المباراة. هناك عدد في الجهة اليمين، الساموراي في البداية يحاول، المحاولة ما زالت مستمرة عرضية لكن الكرة تبعد، عادت من جديد لصالح المنتخب الياباني، تنقل أقصى الجهة اليمين من ملعب المباراة. منتخب اليابان في المباراة أن ينتصر. هذه كرة ومحاولة وتسديدة لكن إبراهيم عالمة في الموعد، إبراهيم عالمة في الموعد ينجح في أن يتصدى للكرة والمحاولة الماضية خطيرة بعد سنوات من آخر مواجهة فيما بينهما. الكرة تبعد من عبد في 23 دقيقة يقدم أداء رائعا بانضباط كبير جدا. هذه كرة خطيرة والكرة ما زالت تبعد. الله على هذه اللقطة والله على هذا الإبعاد، يا الله يا الله على هذه الكرة لليابان. لكن اللاعب اللي واضح أمامنا يويدا، يويدا لاعب منطقة، الكرة في اليمين للمنتخب الياباني، كوبو يحاول يسدد كرة، هدف أول للمنتخب الياباني. الهدف الأول يأتي لليابان عن طريق كوبو لاعب ريال سوسيداد، اللاعب الذي ينجح في أن يسجل للمنتخب الياباني. 30 دقيقة الأولى في الشوط الأول، كرة المنتخب اليابان، كرة سهلة عند إبراهيم عالم، كرة تنقل للأمام، محاولة الآن سوزوكي لكن قبل ذلك ركنية تنفذ للمنتخب الياباني، تسديدا مسافة بعيدة والكرة إلى خارج أرضية الملعب. مهم جدا الآن في مكان خطير، الكرة المنتخب الياباني الذي سجل وهو يطمع في تسجيل هدف ثاني. الكرة العرضية خطيرة 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 والهدف الثاني، الهدف الثاني يسجل لليابان عن طريق يويدا، يويدا ينجح في أن يسجل الهدف الثاني لمنتخب اليابان، الهدف الثاني لمنتخب اليابان عن طريق يويدا بعد انطلاقة من الجهة. يرسل الكرة للأمام، محاولة لصالح منتخب اليابان لكن الكرة تبعد إلى خارج أرضية في عمر الوقت الأصلي. هذه كرة كوبو يرسل كرة خطيرة 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 جدا والهدف الثالث لليابان. سيناريو غير منتظر في الشوط الأول، سيناريو غير منتظر في الشوط الأول. اليابان عن كرة للأمام، كرة بتعود تقطع من جانب لاعبي المنتخب الياباني، فيها خطأ، فيها خطأ، تنفيذ هذا الخطأ من هذه المسافة. كوبو يتركها لزميله، كرة بتتهيا والتسديدة، يا الله يا الله، اليابان تضيف هدفا رابعا في هذه اللحظات، اليابان تضيف هدفا رابعا في هذه اللحظات عن طريق